اهلا بيكم سنة تالتة معايا. احنا هنتكلم في اول درس في الجزء المتبقي من المنهج عن ازاي ان انا احول الفلوت شارتس اللي احنا رسمناها في الترم الاولاني لبرنامج باستخدام لغة الفيجوال بيزك. احنا درسنا في الترم الاولاني مجموعة من الفلوت شارتس بتعبر عن حل المشكلة. احنا قلنا لو عندنا برنامج عاوز اعمله بيحدد لي اذا كان الطالب اللي قدامي ده ناجح او لا، بكتب start وباخد الدرجة على انها المتغير x، واقول لو الدرجة دي اللي هي المتغير x اقل من او تساوي 50 يبقى هطبع مسج اقول ان الطالب ده ناجح واعمل end للبرنامج. طب لو في حالة ان الدجري مش اكبر من او تساوي 50 يعني اقل من 50 يبقى هيدخل على البرانش بتاع النو ويعمل end للبرنامج على طول. طب انا لو مش عاوزاه يعمل اند في حالة النو وعاوزاه يطبع مسج يقول لي في حالة ان الاكس اكبر من او تساوي 50 يطبع مسج ويقول لي ان الطالب ناجح، في حالة ان هي اقل من يطبع مسج ويقول لي راسب، وبعد كده في الحالتين يعمل اند بعد ما يطبع المسج. في حالة ثالثة ان انا استخدم ثلاثة برانشز، يبقى مش بس decision، دول انا باخد فيهم decision انه اكبر من او يساوي او اصغر من وهكذا. لكن هنا انا عندي اكتر من حالة، زي مثلا في حالة ان انا هدخل له درجة الحرارة هقول له خد الدجري من اليوزر وشوف لو درجة الحرارة اقل من او تساوي الزيرو اعمل output ان درجة الحرارة بتساوي الصفر. طب اقل من يبقى هنا هتبقى تحت الصفر، طب اكبر من يبقى هتبقى فوق الصفر. دي تالت حالة من البرانشينج. انا دلوقتي شايفهم كرسم بس، طب ازاي احول الرسومات اللي قدامي دي الاكواد؟ هستخدم في لغة الفيجوال بيزك اول حاجة if end if، يبقى انا هقول له انه لو الدرجة اللي هي المتغير x اكبر من او تساوي 50 then اعمل ايه؟ اطبع مسج قول لي في مسج بوكس ان الطالب ده ناجح، else اعمل end if. طيب في حالة غير كده اعمل end if للبرنامج. طيب انا ازاي هكتبها في كود؟ ده كله تطبيق للفلوت شارت. طب ازاي هكتبها في كود؟ هقول له في حالة ان انا هضغط على في الفورم اللي قدامي على زرار النتيجة، انت المفروض هتاخد الدم اكس از سنجل، يعني انت عندك متغير اسمه اكس معرفه ان داتا تايب بتاعته سنجل، الاكس ده هتحط فيه ايه؟ هتحط فيه القيمة اللي موجودة في التكست بوكس اللي قدامها مكتوب ادخل الدرجة، يبقى هو هيدخل الدرجة في التكست بوكس وهياخد القيمة بتاعت الدرجة دي يخزنها في المتغير اكس ويقول له لو الاكس اللي دخلت دي اكبر من او تساوي 50 اطبع ان الطالب ده ناجح في مسج بوكس، وبعد كده اند الاف. لو هو دخل ان الديجري مش اكبر من او تساوي 50 برضو هيعمل اند اف. طيب في حالة ان انا عندي رسالة هتطلع في كل برانش فيهم، في حالة